والله العظيم والله العظيم والله العظيم الفيديو هذا قاسما بالله باش يغير في مخك برشا حاجات ما كنتش تعرفهم جملة ولا سمعت عليهم ما صدقتهمش، وباش يصحح لك برشا معلومات اللي كانت محدودة في مخك. باه باهي هاي نعطيك من الاخر. تحب تولي تبعني مليح شو نقول، تحب تولي كل شهر اقل شيء اقل شيء، هذا الحد الادنى الحد الادنى الحد الادنى، المره الثالثه نقولها، تخلص 5000 اورو في الشهر. تحب تمشي لبلاد ما فيهاش برشا باش نقول معناتها بدون راسيزم من غير عنصرية، ما فيهاش برشا اصلا ما فيهاش برشا كيف نقولوها لا اله الا محمد رسول الله برشا مهاجرين. تحب تعيش في بلاد فيرج فيرج، تحب تعيش في بلاد فيها على الاقل 10 بنات للذكر الواحد، تحب تعيش في بلاد باش تتغير فيها. سبحان الله العباد هذا مازال، استغفر الله العظيم. تاكل شو تاكل خشق عليكم وي. تحب تعيش في بلاد خير من سويسرا وخير من المانيا وخير من انجلترا وخير من امريكا وخير من كندا، سهله برشا. سامحوني طولت عليكم الطريق وكذا وكل استرس الطريق. باه خير برشا، لوكس برشا، سهله برشا. ركز معايا، البلاد هذية على حدود متاع سويسرا وعلى حدود المانيا وايطاليا. البلاد هذية صغيره برشا، اصغر من لوكسمبورغ. البلاد هذية اسمها ليشتشتاين، البلاد هذية اسمها ليشتشتاين ليشتشتاين، نعود لك ليشتشتاين، وبيان سور في العنوان تلقى نكتب لك البلاد ولا نحط لك في الديسكريبشن الاسم نتاعها. ليشتشتاين هي دولة صغيرة صغيرة برشا، ما فيهاش حتى مليون متساكن، ما فيهاش ما فيهاش. على ذاك نقول لك قسما بالله، إذا كان تخدم على باش تخرج لها، والله الذي لا إله إلا هو، لما تعيش ملك، لما تولي امبراطور. علاش علاش؟ اول حاجه فرص العمل فيها بالبالة، ثاني حاجه فيها اقل من مليون متساكن. هي لوكسمبورغ فيها 600,000 متساكن، زاد اقل من مليون، ولكن هذه فيها اقل من لوكسمبورغ، تقريبا فيها 450,000 متساكن. تعرف شو معناتها 450,000 متساكن؟ شو اسمعني مليح، تونس فيها 12 مليون، هذه فيها اشتر مليون، واضح. به الدخل الفرد في ألمانيا، الدخل الأدنى السميك في ألمانيا يقولوا 900 أورو، 900 أورو السميك، هذه السميك متاعها نعودها 5000 أورو. به في ألمانيا شو تخلص الأداءات على الشهرية متاعك؟ مش تخلص الأداءات، تبعني مليح، توصل من 21 حتى ال 24% من الدخل متاعك في الشهر، واضح؟ سمعتني مليح؟ فما اختلاف طبعا، انت متزوج ولا قداش عندك صغار، قداش تخدم من ساعة، ياسر اختلافات، مرتك تخدم ولا، شكون يخلص أكثر، كذا 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 كذا. ف واحد نقولوا احنا 24% ينقص لك من الشهريه نتاعك، اقل شيء 21%. في ليشتشتاين كي انت تاخذ سميك اللي هو 5000 اورو فقط فقط، تخلص عليها 4%،
لو ماكسيموم نتاع الاداءات في ليشتشتاين اللي انت لو مينيموم باش تاخذ فيها 5000 اورو في الشهر، شو نقص لك 4% الى 1%. طبعا الصحه مجانيه، ونزيدك حاجه اخرى مزيانه برشا، الواي فاي، الانترنت 5G للناس الكل في كل المساحات العموميه وكل المحلات بالمجان، للناس الكل مفتوحه باش تستخدم الانترنت. معناتها لن تستحق مدى الحياه وانك تعمل انترنت في دارك، خاطر عندك الانترنت من البلديه، من الحوانت اللي قدامك واللي وراك واللي جنبك واللي كذا، عندك في المعتمديه نتاعك، عندك في المستشفى اللي بحذك، في المجازة اللي بحذك، في القهوه اللي بحذك، عندك الواي فاي مجاني مفتوح للعموم. نعاود لك مره اخرى، هذه دوله صغيره برشا، مزيانة برشا، منظمة برشا، عاملة كل شيء في اللوكس، عاملة حاجات فنية محلاها برشا هايلة، فيها أقل من 1,000,000 متساكن، فيها أقل من لوكسمبورغ. لوكسمبورغ فيها 600,000، نعودها 600,000، هذه فيها أقل، يعني نقولوا 500,000 450,000 متساكن فقط. ونسبة النساء فيها، هاني باش ما نكذبش عليكم وما نبالغش يا اخي، 70% نساء و 30% رجال. فليشتشتاين وسيب عليك من الطليان، وسيب عليك من سويسرا، وسيب عليك من المانيا ومن انجلترا ومن كندا ومن امريكا و و و و, و. والفيديو هذا نوقف لحد هذا باش اخذيتو فكره وكهو، باش نقول لك طريقه باش تعاونك على الاقل ب 60%، والله العظيم تنجم تخرجك، وطريقه مضمونه 1000%. وعندي 3 اصحابي خرجوا بها الطريقه هذه. ما تنسوش الفيديو جديد باش نحط لكم فيه طريقه كيفاش تخرج للاوروب من غير اي لا تحرق لا تصرف لا عمر بالزور.